الله معكم. رح طلع عليكم بأول حلقة من هالبرنامج Le Secret de Samar، من هالشاشة المحبوبة والمرغوبة من كل الناس بكل الطوائف. هالبرنامج موجه لكل ست وأم وصبية ورجل وشاب، ولكل حدا حابب يطور نفسه، وحتى لو من المواد البسيطة الموجودة حوالينا. هالأفكار اللي رح أقدمها هي خلاصة تدريب فني حرفي لأكثر من 30 سنة، خبرة طويلة رح أقدم قد ما بقدر لأقدر ساعدكم سليكم وأقدم لكم جزء من النعمة اللي الله عطاني إياها وأنا طورتها أكيد. ورح حاول أنه قد ما بنقدر أنه من الفنون اللي منحبها واللي هي معروفة، لنقول هي من أساسيات تراثنا وأكثر طبعا، هي رح تكون مبسطة قد ما بقدر. يعني فن الفسيفساء اللي هو جدا صعب رح يكون مقدم لكم بكل بساطة وبكل ولازم يكون تقنيات كتير عالية. فهيدي النعمة اللي أنا عندي منها كتير وبشكر الله عليها، رح أقدم قد ما بقدر بخدمتكم. هلأ اليوم حبيت أختار فكرة كتير حلوة وبسيطة، بالصيف بالشتاء بالشمس نقدر نستعملها، اللي هي فكرة الشابو. فكرة الشابو بالصيف أكتر شيء نستعملها، كيف نقدر نجملها وتكون أجمل بلمسات بسيطة وتقنيات أبسط. رح خبركن، نحن عنا إذا نحن عزمنا حدا على العشاء أو رحنا على عشاء بيتقدم لنا هيدي النابكن، وبتكون دايما بتلبق على التام اللي نحن ماشيين فيه. فأنا رح خبركن أنه هيدي النابكن اللي هي للاستعمال فينا نحن نستفيد منها كمان إذا هيك ألوانها بتكون زاهية وحلوة. رح قلكن مثلا هيدي الشابو اللي هي كانت لون أبيض كيف صارت بهالروعة. أنا بشوفها أنه كتير حلوة بتلبق للألوان للصبايا بألوان الفرحة. أنا أخذتها من هاي النابكن اللي هي بتكون مطبوعة أو مرسومة من أشهر الفنانين بالعالم. فعادة الفنان المشهور بيكون ليه مشهور؟ لأنه هالقد شغله كتير حلو ومتقون. فمعناتها نحن رح نرفع مستوى العمل ونستخدم المستوى الحلو بالرسم. بهالفكرة شو عملنا نحن؟ قصينا كل وردة لوحدة وحطيناها بهاي الطريقة. هلأ رح نقول شو هي الطريقة، بس رح ورجيكم قدي من هيدي النابكن رح يطلع معنا أفكار. شوفوا مثلا هيدي النابكن اللي هي البابية سيرفيات اللي هي فيها الورد الأسود، شوفوا كيف صارت. نحن قصينا الورد وقدرت بطريقة أن وصلهم لبعض ولزقهم، فقط تلزيق. كمان بدي ورجيكم هذه النابكن اللي هي للولاد، ونوصل من هاي لهاي. رسومات أطفال توم أجيري كتير بيحبون الولاد، وهيك بنكون عملنا شغل حلو وما بياخد كتير وقت. كمان رح وسع الفكرة وقلكن شوفوا هيدا الوجه، نمر بيلبق لشاب تين ايجر كتير مهضومة مع إضافة ألوان بسيطة. فإذا هلأ رح نبلش. أنا اخترت هيدا الشابو اللي هي بتلبق لشاب، ممكن نعملها هدية لشاب أو نحن نعملها. مثلا أنا شفت هاي الألوان حتى تين ايجر بتزبط، وكمان يونيسكس. أنا اخترت ألوان بتلبق للشاب والصبية.
شوفوا شو هي الألوان اللي هي هيدي الألوان. أنا اخترت هيدي الورد الموجودة الموجود فيها، ما اخترت الوجه، تركته لوحدة تانية. أنا من كل الوحدة نقدر نستعمل أكثر من قطعة. رح أنا كتير حبيت هول الألوان وبيلبقوا كتير على البلونسال. فإذا أنا رح أختار الوردات المناسبين رح أخذ هيدا الجزء وقصة. نستعمل أسهل طريقة لنعمل أجمل هدايا. الماما إذا قاعدة بالبيت خلصت طبختها ورتبت البيت وناطرة فيها تتسلى بهيدا بهيدي الشابو وتقدم هدية لأولادها أو لشي مناسبة. هالمناسبات نحنا بنقدر نوفر فيها ونعمل إشي على ذوقنا. فالقص نحنا كلنا بنعرف القص، شوفوا قدي رح تكون سهلة. يعني أنا بتصور إنه تخلص الشابو بنص ساعة، وخاصة إذا نحنا وقاعدين جنب التلفزيون قدرنا قصينا وحضرنا لتاني يوم. رح استعمل هلأ كل حلقة رح يكون في سر من الأسرار اللي هي بتحسن شغلكم، وخاصة إذا أنتوا فنانين. مش ضروري يكون نحن اللي حقدمه هلأ، مش ضروري نكون فنانين تنقدر نعمل شيء حلو. حنقدم نحن تقنيات سهلة، لكن الفنان أكيد بيقدر يعمل الأحلى. اليوم شو السر تنقدر نشيل هيدي النابكن؟ دايما في من وراها اتنين طبقتين، تنقدر نشيل هالطبقتين بسهولة. رح نستعمل فكرة حلوة وسريعة. رح استعمل شوية ماي، رطب ايدي شوي وامسحها. بقدر حطها على طرف الرسمة بعد اندو تروا بفتحها فبيطلع هول الطبقتين. احيانا بتطلع طبقه واحده بنرجع بنشيل الطبقه الثانيه بدها تصير عنا طبقه ترانسبارون اللي هي حنستعملها. هلا انا حضرت حتى ما اخذ وقت بالقص، حضرت نفس هاي الرسمه البابيي سيرفييت، حضرت منها قد ما بقدر من هون الرسمات، وراح بلش بالشابو. كل اللي علينا انه نجيب كول منيح. انا اخترت لكم هيدا الكول اللي هو موجود بالسوق وبيجي منه 3 احجام. هيدا حنستعمله كتير بكتير تقنيات لانه بيلزق منيح، ما بيتغير لونه مع الوقت، وبنفس الوقت هو بسيط وسهل للاستعمال. هو بيجي تقريبا مثل قطر سميك. وانا شو رح اعمل؟ رح زيد عليه شويه مي تخففه، واستعمل بنسو عريضه شوي. هي بتسهل علينا ان نستعمل النابكن ونلزقها من غير ما تعوج معنا. فاذا كان مثل قطر، انا بشبه اشياء لاشياء بنستعملها دائما. هلا حتشتهوا الكنافه. القطر سميك صار قطر خفيف مش مي، بضل فيه لزوجة لكن كمية بسيطة.
خففت فيه. هلا اللي حاعمله ححاول وزع هاي الرسمات او الوردات بطريقه حلوه. اللي حاعمله حاستعمل من النص لبرا، من النص لبرا مثل الشمس. الفكره منها انه نحن بس نمسك الكلينكس او البابيه سيرفييت، اذا اجى عليها نقطه مي بنحس انها كبرت شوي، فهي حتتمدد لانه حطينا مي. نحن بنستعمل من النص لبرا مشان اذا مدت لوحده بتطلع الماده لبرا بتكبر شوي. بالاول رح اعملها هيك، لازم يكون فيها دايما كول، وبنرجع بنسحب لبرا. ثبتنا كل النابكن، وهلا رح استعمل طريقه، استعمل كلينكس تكون دايما جنبنا، رح نشفها شوي وارجع استعمل، لانه هي فيها تفاصيل مساماتها واسعة شوي. رح استعمل هاي الطريقة بثبتها اكتر على الشابو. وايدي من تحت مسكتها، وما تخافوا اذا طلع لبرا شوي لانه بيرجع بيصير ترانسبارو، شفاف جدا ما بيبين ابدا. مثل ما لاحظتوا انا عم بطلع حتى عنا لاتاكد انه كل الطرافه مسكت. هلا فينا نحط بس وحده مثل البروش، بس انا راح اعملها كلها لانه حبيت السنتور اللي فيها كمان لون بني، وهيدا الروز كتير حلو مع هاللون. راح استعمل نفس الطريقه على كم قطعة من ديزاين. شايفتها أنا هي كتير حلوة للجبل للصيد. وللبحر مثل ما قلنا بنرجع بنثبتها. بنسو لما تكون بلا كتير بتساعد لهالموضوع. نحنا بس عم نلزق هلا مثل ما قلنا، نستعمل نقطة مي او نستعمل الريق. الريق هو مادة لزجة شوي بتساعدنا انه نفس الطريقة نعمل اندو تروا، نفتح بنلاقيهم نعلقوا بالاصبعين، هيدي بنشيلها وهن اثنين طبقتين، ونستعمل هيدي. نفس الطريقة الحلو بهاي الألوان شوي باستيل، بيلبق كتير على اللون البيج بلونسال. وبدي قلكن انه وقت اللي بكون عم نستعمل البابيه سيرفييت ما بنستعمل الأرضية تكون غامقة، لأنه ما بتعطينا النتيجة اللي بدنا، بتصير غامقة معها لأنه حتكون مثل ورقة ترانسبارون تقريبا، فحتاخد من اللون اللي تحته. نفس الطريقة هاي رح استعمل إيدي بفركها شوي، بمسكها أندو تروا وبفتحها. هون طلعت معنا طبقة، رح ارجع اعمل اندو تروا تطلع الطبقة الثانية. صار عنا ثلاث طبقات، وهي الطبقة اللي حنستعملها. هاي القطعة كتير حلوة، هيك بيصير كلها مليانة ديزاين. ودايما لما تكون القطعة كبيرة نعملها مثل الشمس. إذا لاحظتوا كيف عم
توسع شوي، وبنفس الوقت هاي البنسول عريضة بتثبتها وما بتطعج معنا ابدا، لانه مشكلة كل اللي بيستعملوا النابكن او البابيه سيرفييت مشكلتهم انها بتطعج. هيدي الطريقة ما بتخليها تطعج ابدا، واكيد موضوع الفن، فن الديكوباج هو كتير واسع، يعني مع الوقت رح نشوف كيف على الازاز فينا نستعملها، على صحون، على الخشب، على كتير أسطح. وكل نوع من الفنون هاي بيستعمل بتكنيك مختلف شوي، بس عم حاول أنا قد ما بقدر أنه استعمل نفس الكول على كل شيء تقريبا، لأنه نوعية منيحة. يمكن تلاقوها غالية شوي لكن كتير كتير نتيجتها ممتازة. وأكيد أكيد فينا نستعمل الكول بلانش بهالمواضيع إذا كان مش متوفر عنا أو حابين نبلش بشي بسيط كتير. الكول بلانش نفس الشي، هي مادة شفافة غالبا متواجدة عنا بالبيوت، فكتير منيحة بهالفكرة. بدها ترخي شوي أكتر لأنه بيكون أجمد أكتر، بس كمان مهم الكول بلانش هو مادة بسيطة وأسعارها كتير حلوة، وهو كتير بنستعملها بالشغل اليدوي. شوي شوي عم تكمل الفكرة. إن شاء الله بنخلصها على الوقت، بتكون الفكرة كتير كاملة. وهلأ رح تشوفوا شو في عندكم بابيه سيرفييت موجود، ضيفنا فيهم قبل، عنا كم واحدة حلوين كتير فينا نستفيد فيهم، على الخشب وعلى الشابو على القماش كمان. هلا بعد فتره رح نحكي بموضوع القماش، هاي اللي ما بنعتبرها قماش لانه غالبا القماش بنستعمله الوان خاصه. نحن هون حنستعمل هاي الفكره، بنستعمل بنسو بس ما بنستعمل ابدا الوان الا اذا حبينا، يعني مش الفكره، إذا نحن منعرف نرسم أو نلون أنه نقدر نعمل هيدا الشابو. إذا ملاحظين أنا محضرتهم هون كلهم مقصوصين، وشلنا القفا. في عنا كتير ألوان بالنابكنز، أوقات نستعمل ألوان كتير قوية وكل مناسبة لها فكرتها. هيدي الفكرة ولا أنا حبيتها للصيد وللجبل كتير حلوة. رح أعملها كلها من فوق إنه تكون مليانة مش بس على الأطراف، هيك منكمل الفكرة أكتر. ودايما لازم يكون عنا جاهزين بالبنسويات، أكتر شي يكون عنا البلا والرون بعدة قياسات. هلا اذا لاحظنا انه في عنا كول زياده نستعمل الايبونج، موجوده اكيد متوفره بالبيت، انا مستعمله بس اشياء اللي بيستعملوها المنجدين لانه بدي اياها بسماكه معينه، بس سفنجة البيت كمان كتير منيحه نقدر نعملها هيك تنشفها اذا في عنا شوي اكسترا من الكول. في كتير ناس بتعذبوا كتير انه تيشيلوا هيدول الطبقتين، فاذا اليوم نحنا تعلمنا
فكرة جديدة، سر من الأسرار اللي منسهل الفكرة أنه تخلص معنا أسرع. وكل غلطة بتصير معنا إجمالاً بشغلنا بتعلمنا أكتر، هيك منعرف دايماً. هذا عنا هيدي، هلا منشوف قد ما بيبقى معنا وقت منجمل اللي عملناه أو منعمل شي تاني. وكل ما بدنا اياها تكون هالقد ايدنا ثابته، منقرب ايدنا اكثر للبنسو من تحت، بتصير بتساعدنا اكثر لتكون الضغط عليها ثابته اكثر ايدنا. وهيك تعتبروا انه خلصت الشابو. واذا كان بدنا بننشف بالسشوار لمده دقائق، هلا بنقدر نعمل زيادات شوي ان نحط بالفراغات الالوان اللي بتشبه الالوان الموجوده، اللي هو تنقول الموف الغامق شوي. هلا بعدين رح ناخذ كيف نقدر نعمل الالوان بالضبط مثل اي لون نحن بدنا اياه، كيف بنختاره. مثلا هذا لون شوي باستيل بس هو معتق، حناخذ سر ثاني اليوم. كل الالوان اللي بدنا اياها تبين قديمه بنحط لها لون المارون. المارون هو دايما بيعتق الالوان. انا رح احط هلا شوي موف، حتلاقوه غريب شوي عن هيدا اللون. اوكي، بتصور انه بده شوي احمر او فوشيا. تيصير على روزي اكثر نرجع بنحط مارون. وبنخلطه. شوفوا كيف قرب اللون. قرب. ما صار هو. بنحط له شوية أبيض. راح احط شوية أبيض. شوفوا كيف صار اللون هالقد قريب. فإذا نحن عتقنا اللون بالبني، رجعنا استعملنا شوية أبيض، رحنا للألوان الباستيل. هلا رح استعمل بنسو شوي خشني لانه بدي احط لمسات بسيطه، بدي خلي هاللون يبين اكثر. رح استعمل تاش هيك بنعطيها لمسه مودرن شوي. بكون دخلنا اللون بكل المراحل لانه عندي انه هون انا حبيته كثير، بس هون في كثير خضر. البنسول الخشنة، رح تقولوا لي انتو شو الالوان اللي استعملتيها. الالوان هيدي هي الوان اكريليك. الالوان الاكريليك مواصفاتها انه هي مادة شوي كاوتشوكية مثل الكاوتشوك، يعني مطاطة شوي، يعني اذا حطيناه على قماش بتمشي مع مرونة القماش. وبنفس الوقت هي الوان بنخففها بالماء بنخلطها بالماء، بس لما تنشف ما بتقعد تروح بالماء. مشان هيك نستعملهم بكتير من الفنون اليدويه.
هلا بنحكي عنه، بس شوفوا كيف هاللون خليته يكون قوي اكثر او موزع بطريقه اكثر، بيعطيها هيك لمسه حلوه. شو رايكم؟ وهيك بتقدر تعملوا احلى هديه. واكيد حنرجع نحكي على الاكريليك بحلقات تانية. بودعكم وشوفكم بحلقة تانية.